وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سلام، ما بدأ لك؟ عايز أعرف إيه الحل مع الزوجة اللي هي ما بتسمعش كلام جوزها، مش مراعية بيتها، دايماً في مشاكل، يعني 7 سنين جواز ما قعدناش سنة في بيتنا، كل 3 4 شهور غضبان، وطبعاً في أولاد، وأنا طبعاً كنت كل مرة برجع عشان الأولاد، عملت معاها كل الحدود، ما بتسمعش النصايح لحد، ما بتكبرش لحد، دايماً بس بفصل نفسها مش بفصل بيتها ولا أي حاجة. سؤال هو السؤال حلو. انا اسالك سؤالا. تفضل يا شيخ. هذه المراه مصليه محافظه على صلاتها؟ لا لا، ده بدايه المصيبه، هذه هي المصيبه الحقيقيه. ايوه. وطبعا من البدايه شيخ، برضه اقول لحضرتك نقطه عشان ابقى خارج مع حضرتك، من بعد الجواز مثلا بسنتين، طبعا من اول شهر انا اتجوزت فيه ربنا هو رزقني يعني وحمدت وكده، فطبعا ما كانش ينفع انفصال بعد ما لقينا العقول مش متوافقه خالص، فطبعا انا من بعد سنتين ابتديت ان انا يعني بدور ان انا اتجوز جوازه ثانيه. ايوه. على العموم يعني ركز في سؤالك الان، نريد التركيز الان في السؤال. الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، والضرب غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن تعذرت الأمور وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. انصح وعظ بالمعروف، إن تعذرت المعيشة بينكما فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. السلام عليكم.